السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد سمو، ونحن الآن نعود للقناة ونعود كذلك لأن نقوم بإضافة فيديوهات لقناتنا. يعني كل يوم سيكون فيديو خلال هذا الشهر المبارك، شهر رمضان بالطبع، فسوف نقوم بوضع لكم سلسلات وكذلك دروس وكذلك طرق، كذلك حتى مواقع وحتى تطبيقات. يعني الكثير من الأشخاص من سوف يستفيد من هذه المواضيع التي سوف نقوم بتقديمها لكم في القناة. فبالنسبة لحلقة اليوم، حلقة اليوم سوف تكون حول موقع موني أورنج إنفستمنت، هذا الموقع الذي سبق وشرحته في أكثر من فيديو، لكن في هذا الفيديو سوف يكون هذا آخر فيديو حول هذا الموقع، بحيث أنني أركز على بعض الأشياء. يعني أقوم بذكر لك يعني الموقع، يعني هل لا زال يدفع أو ليس، يعني حتى تم إقفاله. كذلك سنقوم بإضافة لك بعض المعلومات الخاصة بهذا الموقع، بحيث أنك تستفيد أكثر من الطرق التي يمكن لك أن تربح من خلالها من هذا الموقع الاستثماري، الذي أي شخص يعني يريد أن يقوم بعمل يعني مشروع، يعني سوف يساعده هذا الموقع بشكل كبير جدا من أجل الحصول على تمويل، كذلك من أجل كذلك حتى بالنسبة لأشخاص الذين يريدون أن يربحون، يمكن أن لديهم أموال ولا يعرفون كيف يقومون باستثمار تلك الأموال، يمكن أن يستفيدوا يعني من هذا الموقع، بحيث أنهم يقومون باستثمار أموالهم في هذا الموقع بالطبع. سندخل إلى الشرح، مشاهدة ممتعة. عودة لكم مرة أخرى في القناة، فكما تشاهد معي الآن هذه هي واجهة الموقع. لا يسألني أي شخص عن طريقة التسجيل أو كيفية التسجيل، ستجد رابط أسفل الصندوق الوصف، ستقوم بالتسجيل بشكل عادي وروتيني وسبق، وقدمت لكم فيديو حول طريقة التسجيل وحول كيفية التقوم بالاستثمار في الموقع وكيف أن تقوم بالإيداع، كل هذه الفيديوهات ستجدها أسفل في صندوق الوصف. كذلك نستجد يعني السحوبات التي قمت بها في السابق، يعني أنا شخصيا، وسنقوم بأن يعني أن نرى يعني آخر سحب قمت به، يعني متى قمت به وهل تحصلت عليه أم لا. أوكي، فهذا هو الموقع، موقع Money Online Investment. كما تشاهد معي الآن يعني يوجد الكثير من العروض، كما سبق تحدثنا عن خدمة التاكسي يعني في بولونيا في إيطاليا، هناك الكثير من الخدمات التي يمكن لك أن تستفيد منها، كذلك يمكن أن تستفيد من إعادة تصنيع الذهب ويعني شراء العقارات في أوغندا وشيء مثل هذا. فالعديد العديد العديد من الخدمات التي ستجدها هنا. فكيف هي فكرة هذا الموقع وما هي فكرة هذا الموقع؟ فأي شخص لديه مشروع، يعني شركة يعني تكون موثوقة بالطبع، بحيث أنه يجب على يعني الموقع قبل أن يقوم بقبول أي يعني أي شركة، يجب عليه أن يكون يعني يطلب منه وثائق لإثبات يعني هوية الشركة وإثبات كذلك هويته، يعني وحتى يعني أنه يقوم بالعديد من الإجراءات بحيث أنه يتم ضمان أموال الناس التي يتم استثمارها في الموقع. على العموم يعني هذا الموقع صراحة مضمون وجيد جدا، هناك السلبيات سنذكرها كذلك في هذا الموقع، يعني الكثير من السلبيات التي سوف نتحدث عنها في الموقع. فستشاهد معي الآن هذه هي الواجهة، يعني يوجد معي مثلا هنا إعادة تصنيع الذهب، سوف أقوم بالدخول إليها مثلا. فهنا يعطيك الأسهم، يعني كل سهم يعني يساوي 3 دولار، يعني على كل سهم سوف تقوم بشرائه سوف تدفع عليه 3 دولار، وسوف تحصل يعني في اليوم على 0.002%. يعني هناك الكثير من يعني ماذا يسمونهم المشروعات التي يمكن أن تقوم باستثمار فيها، وسوف تجد يعني هنا العديد من الأرباح التي سوف تظهر معك، والأرباح مختلفة على حسب، يعني الأرباح في هذا البروجكت هي أرباح يعني ضعيفة شيئا ما، لكن يمكن لك أن تقوم ب أن تشاهد يعني أن تقوم عفوا التحصل على أرباح من خلال بحثك عن مشروع جيد. يعني هناك طرق البحث التي يمكن لك أن تقوم بالبحث عنها، تذهب فقط إلى البروجكت وتقوم بالبحث هنا، يعني سواء عن طريق البروجكت نيم أو عن طريق يعني هنا الفلتر تقوم باختيار، يعني سواء عن طريق يعني الأرباح، سواء عن طريق يعني الاسم، سواء أنت وخيارك. هنا تقوم كذلك تقوم فقط بكتابة اسم البروجكت الذي تريد أن تبحث عنه، وسوف يظهر لك هنا.
في حال يعني كنت تريد أن تقوم بإضافة يعني البروجكت الخاص بك، يعني في حال كان لديك يعني مشروع تحتاج إلى تمويل من خلال يعني هذا الموقع، فكل ما عليك فقط أن تقوم بالضغط على Add My Project في هذا المكان وتقوم بتتبع الخطوات بشكل عادي وبسيط جدا. فالشيء السلبي في الموقع، فالموقع حتى الآن هو يدفع، الموقع حتى هذه اللحظة هو يدفع. الشيء السلبي في هذا الموقع يعني تقريبا يعني الآن سنتين أو أكثر وهو هذا الموقع يشتغل ويدفع. فالشيء السلبي الذي يمكن لك أن تشاهده وهو عند أو عندما تقوم بالاستثمار أو عندما تريد سحب أموالك، فعندما تريد سحب أموالك سوف يطلب منك الموقع هنا النقاط. اوكي، كيف تحصل على هذه النقاط؟ يعني اوكي ساذهب الى وداو، يعني هي فينانس وداو، بحيث انك سوف تشاهد. اوكي اوكي فهذه هي الصفحة التي سوف تشاهدها معي الآن. فمثلا لو لديك أنا، يعني أنا شخصيا لنضع فقط مثال هنا، لو لدي أنا 125 دولار كما تشاهد معي الآن، لدي 125 دولار وهي متاحة لي أسحب، متاحة لي لسحبها. فكل ما يمكن لك أن تفعل يعني في حال كان لديك يعني 9 نقاط او اقل من 9 او يعني من ما بين 9 نقاط فما فوق، فيمكن لك ان تقوم بسحب 22 دولار في الشهر. اوكي كما تشاهد معي الان، كاش اوت يعني سحب واحد كل 30 في كل 30 يوم سوف تحصل على سحب واحد. فعندما تحصل انت على ما بين 100 نقطة الى 199 نقطة، فيمكن لك ان تقوم كل 4 ايام بعملية السحب وتكون الاقتطاعات 5%، بينما في الـ9 نقاط سوف تحصل يعني فقط على 6%، لان الاقتطاعات تكون شيء ما كبيرة في الواقع. لكن عندما تحصل على 200 نقطة الى 299 نقطة، فسوف تحصل على 900 دولار يمكن لك أن تقوم بسحبها. هذه ليست 900 دولار لن تحصل عليها، يعني بالطبع يعني في حال كان لديك أنت 900 دولار فيمكن لك أن تقوم بسحبها يعني خلال 3 أيام. فالمقصود هنا هو أنه يمكن لك أن تقوم بالحصول على أو استخراج أموالك. فمثلا أنا لدي الآن 125 دولار كما تشاهد معي فوق، فيمكن لي أن أخرج منها فقط 22 دولار كل يوم. أوكي، فلو كان لديك هنا يعني 100 نقطة، فسوف احصل على 210 دولار، يعني بحيث انني سوف اقوم باستخراج يعني كحد اقصى سوف اقوم باستخراج 210 دولار كل 4 ايام. فبالنسبه للحد الاقصى بالنسبه ل 200 و 299 نقطه، فالارباح سوف يتم اقتطاع منها يعني في السحب 4%، وسوف يمكنني ان اخرج كحد اقصى 900 دولار، بحيث انني يمكن ان اخرج يعني 100 دولار 100 دولار 100 دولار الى ان اصل الى 900 دولار، او يمكن لي ان اقوم باستخراج يعني 900 دولار في حال اذا كانت لديك في حسابك. بالنسبه للبلان الثالث وهو او الثاني، فما بين 300 نقطة إلى 399 نقطة، والتي يتم اقتطاع فقط 3%، ويمكن استخراج كحد أقصى هو 3000 دولار، يعني بحيث أنه في حال لديك 3000 دولار يمكن لك أن تقوم باستخراجها بشكل عادي جدا. في حال لديك 400 نقطة فسوف يتم اقتطاع فقط 2 نقاط، وليس هناك حدود يعني في عملية السحب. فهذا شيء سلبي في الموقع، هذا يعني شخصيا أعتبره يعني شيء سلبي وشيء كبير، لكن على العموم هذا الموقع هو لديه مصداقية كبيرة. أوكي، عكس المواقع التي سوف تجد فيها يعني ليست بها اقتطاعات كبيرة وليست هناك يعني نقاط أو شيء من هذا يعني أنت تقوم بسحب أموالك، فهذا سوف يؤثر على الموقع بشكل سلبي كبير، وحينها يتم إقفال تلك المواقع. لكن صراحة هذا الموقع أجد أنه معقول وأنه يعني أرباحه يعني جيدة جدا في الحصول عليها. كيف سوف تحصل على هذه النقاط؟ هي طريقة سهلة جدا، أي عملية أو أي نشاط تقوم فيه بالموقع، سواء عند شراء يعني أسهم في الموقع أو أي شيء، أي عملية تقوم بعملها سوف تحصل فيها على نقاط. يعني مثلا حصلت على
مثلا قمت بشراء أسهم أو دعوت صديق أو شيء مثل هذا، فسوف تحصل كذلك على نقاط، والنقاط لن تحصل على نقطة واحدة أو ثلاثة، فقد تحصل على 10 نقاط يعني على كل شخص، أو 10 نقاط أو 9 نقاط يعني في عملية شراء الأسهم. هناك الكثير والكثير من الطرق التي يمكن لك أن تقوم بعملية يعني أن تقوم بعملية يعني في تقوم بالعملية فيها يعني في باستخراج أموالك أو حتى بالحصول على نقاط كذلك. فا أوكي سوف ننزل يعني فقط إلى فينانس أكونت بيمنت ميثود، حيث أننا نشاهد العمل الدفع يعني كيف يكون. فهناك يعني عديد من طرق الدفع من بينها البيبال، بيرفكت موني، البيتكوين، لايتكوين. يعني الشيء السلبي كذلك الوحيد هو عندما تقوم بالسحب عن طريق البيبال، فهناك الكثير من الأشخاص من تحصلوا على هذا المشكل، بحيث أن البيبال لا الموقع لا يدفع فيه بسرعة، يعني قد تتأخر 15 يوما إلى أن تحصل على أموالك، بينما في البيتكوين حسب تجربتي أنا شخصيا فالموقع يتم دفع لك خلال 24 ساعة كحد أقصى. يعني أنا شخصيا أحصل على أموالي خلال 24 ساعة، في البيتكوين يعني أتحصل عليها بشكل عادي جدا. هناك الكثير والكثير من الأشياء الإيجابية وكذلك بعض الأشياء السلبية. يعني أنا صراحة أعجبني الموقع ولا زلت حتى الآن أشتغل به، ويمكن لك كذلك أن تقوم بتجربة الموقع ومن خلاله عن طريق استعمالك لهذا الموقع. أتمنى أن يكون فيديو ومعلومات اليوم قد نالت إعجابك، نتمنى أن تكون قد أعجبتك هذه الحلقة. في حال أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على لايك والاشتراك في القناة للحصول على المزيد من الفيديوهات. إن شاء الله غدا سوف يكون فيديو آخر حول مواقع أخرى سوف نقوم بتقديمها لكم في القناة. كان معك خيسمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.